Vous êtes à l'écoute de Radio MF. Let's leave me down, Fatih. You are listening now to MF Radio. مرحبا بكم على أمواج إذاعة الفاتح، الإذاعة الأكثر استماعا. أضمن لكم أراء في الأوقات. كونوا أوفياء. نعلم أن تكلسوا. آمن يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا لا مستحيلة ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلة بسم الله نبدأ وبه نستعين مراكب الجد والنشاط نمتقي والله المعين. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذتي زملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ أولى فقرات إذاعتنا المدرسية، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم. الحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجد حلمك طوع البنان. بادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل. القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وصف الوليد بن المغيرة القرآن الكريم بقوله: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى عليه. والآن مع القرآن الكريم تتلوه على مسامعنا تلميذة زينب المهوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آمنت بالله. قال الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. ولنا وقفة لبرهة من الزمن في بستان السنة النبوية لنقتطف منها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة مع التلميذ خول الطقاقي. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح. خير الكلام قليل الحروف كثير القصوف بليغ الأثر.
والآن مع الحكمة والتلميذة عائشة الإدريسي. آمن يقينا، آمن يقينا، لا مستحيل، ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل. يسعى للنجاح من لا يملك طموحه، ولذلك كان الطموح هو الكنز الذي لا يفنى، فكن طموحا وانظر إلى الأعلى. الآن كلمة الصلاح بعنوان حدد هدفك مع التلميذ نزار موزون. الأمل ستحقق المحال، بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال. أن أقدم لكم كلمة الصباح لهذا اليوم وهي بعنوان حدد هدفك. أخي التلميذ، ما هو هدفك في الحياة؟ كثيرا ما سمعنا بهذه العبارة، وربما يوجه إلينا هذا السؤال في يوم من الأيام، ولكن هل تأملنا معناه؟ هل جلست مع نفسك يوما وحاورت عن أمانها وطموحاتها؟ هل تساءلت بينك وبين ذاتك ما الذي أسعى لتحقيقه؟ لماذا أدرس؟ في العادة كل إنسان له هدف في الحياة يسعى لتحقيقه وبلوغه، ولو لم يكن للإنسان هدف محدد لأصبح ضالا تائها يجري وراء هذا أو ذاك، ولا يعرف ما الذي يريده بالتحديد من حياته. فعليك أخي التلميذ بتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك من الآن. هل تريد أن تصبح معلما أو مهندسا أو طبيبا لكي تخدم دينك ونفسك ووطنك وتعمل على تقدمه؟ وضع هدفك نصب عينيك وسعى إلى تحقيقه. ما هو الوسيلة الوحيدة في حياة الإنسان؟ إذا كنت راغبا في تحقيقه ولا شك أنك كذلك، فما عليك إلا أن تتعلم. هل تعلم؟ والآن مع هل تعلم والتلميذ إبراهيم شمقمقي. نغرس فيأكلون، هذه هي سنة الزمان، بادر لا تمل. هل تعلم؟ هل تعلم أن هناك مليار خلية عصبية في دماغ الإنسان؟ هل تعلم أن الإنسان يستخدم 44 عضلة عندما يتكلم؟ هل تعلم أن الشجر الذي يصنع منه الفلين هو شجر البلوط؟ هل تعلم أن أيام الأسبوع كلها سميت بالعدد الترتيبي سوى يومي الجمعة والسبت؟ لهذا اليوم نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى موضوع جديد في إذاعتنا المدرسية، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. آمين يقين.